انت شو بتعرف؟ انا ما بعرف شيء. طلع فيه منيح. بدك تحكي بصراحه احسن ما تلحقكم ترطوا شكلكم سوا. انا هون عم بحقق مع كل العالم، حكم مرضين كل العالم بدها تحكي، حتى الحريم. شو حريم ما حريم؟ انت شو عم تحكي جناب الكولونيل؟ والله وشو خص الحريم بهذا الحكي؟ لكن خبرونا شو بتعرفوا يا ابو العز. سيدنا اذا مو قدرانين على هذا السرسري لا تتبلوني. اسحبوه على التحقيق. رو شوي رو صلى على النبي. لو وين بكون تاخذوه طيب؟ تعطى الهم ابو العز. شوية تحقيق وبيرجع ان شاء الله. يا بي شو رح نحقق معه شوي؟ عم نقول لك بالاصل نحن ما لنا علاقة بكل هي السيرة، الله ربي. يا ابو العز بوعدك انه رح يرجع بخير وسلامة. بس انت ما ترفض احسن ما تعقد الامور اكثر. اسحبوه. يا بي امشيني. شوفي بدك تروح معنا وبنصحك انه ما تقاوم لانه هذا الشيء مو من مصلحتك. بس ما بدي اعرف لوين رايح. ايه بعدين بتعرف كل شيء. شرف معنا. خذوه. لأمتى أنا بدي أضل كل بلوية ومصايبي من تحت راس عكاش؟ لأمتى؟ لك يا أبي هو كمان فاروق الله يصلحه فات ببعضه تلبك قدام الكولونيل بيّن إنه بيعرف شيء. يا أبي هلا نحن اللي قلنا له للكولونيل إنه عكاش وراها للقصة، إيه ما كانوا أخذوه لفاروق؟ خالد عيب لك أبي عيب تخلي بابن بلدك وابن حارتك مشان الفرنساوي عيب. بس يا بي معلش انت اكتر واحد بتعرف قديش حاولنا معه العكاش. عملنا له رجلين من قصب انه يتغير. لا والله ما رح يتغير. لك ما في خواص منه بنوب. انا اللي بعرف لك ابي انا اللي بعرف. خاتون يا ابي خاتون. خالد الحكيمة اوام رقد. خاتون تقبريني يا ابي. سلامة قلبي يا ابي. ان شاء الله سلامة قلبك. ايه يا حبيبي ان شاء الله سلامتك يعني سلامتك. سلامتك. يلا زيبا طمني بسطت انه شفته. الحمد لله ما فيه شيء. بدها تفرج ان شاء الله. بدها تفرج ان شاء الله. لك اخي ما تكن على جرحك لسه ما تحسنت. والله انا الحق علي يا عقيل ضلي نق علي لحتى نزلته يشوف الخيل. لا تخاف اخي انا صرت منيح وما فيني البلاء. طمنت على حصانك؟ ايه طمنت منيح. وين رايح اخي؟ عندي شغله بدي اقضيها ما بتاخر. روح معك عقيل. لا ما في داعي بس دير لي بالك على الزيبق. حاكم الزيبق صاير زيبق. من عيوني. الله معك اخي. يلا انت اودعناكم. الله معك. ان شاء الله معافيه. شلون شايفتيها؟ ان شاء الله احسن. لا الحمد لله احسن. يسلموا ايديك. ايديك راح الشرطة وبرين. تسلم. اشرب مي. ايه على عيني. انا مالك. انا مالك. أبوكي وأخواتك وينهم؟ برا تقبريني. رح أقوم بشرهم أنك صحيتي. يلا قبرني يا نوش. مال الشر. جناب الكولونيل
المريض اللي قلت انه بغيبوبه ظهر من الاوبيتال. كيف تفسر هالشيء يا حكيم؟ ما بعرف، هو فعلا كان بغيبوبه. نحن بدنا نعرف مين اللي ساعده يهرب. وانا شو بيعرفني؟ ان شاء الله ما تكون عم تتحايل علينا حكيم، عم حذرك. ها الحمد لله على السلامة يا أبي، راح الشر. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمكم يا رب. صار لي زمان هون؟ لا يا أبي ما صار لي زمان، أهم شيء هلأ تقومي بالسلامة إن شاء الله يا عمري. تاريكي غالية يا خاتون، وعلى أبوكي خص نص. الله يخلي لي إياكم وما يحرمني منك يا حق. يخلي لي روحك يا أبي، هاي الجبيرة لا تاكلي همها، جمعة زمان بإذن الله وبترجعي بتزيني البيت وأرض البيت. يا رب. والله ما بعرف منك اجا الحصان، من وين اجا؟ ما حسيته غير مثل التور وهايش ضربني وزتني بالارض. مقدر مكتوب اختي، مقدر مكتوب. المهم قومتك بالسلامه وكل شيء ثاني مو مشكله. ان شاء الله يا رب. يلا ان شاء الله. على سلامتك. الله يسلمك. رح روح شوفهم اذا بجيبوا لك لقمه بدقيتي قلبك فيها. ايه يلا ابي يلا، الله يرضى عليك. ياو لكان هيك عامل هالمقوس رئيس المخفر؟ ايه والله يا انا هيك سمعت. ايوه أصبح أخوك كفاية دريان بالقصة، مشان هيك ضيقاني الدنيا بوشه ويقبر عظامي. يا علي أنا الله أعلم يا مو، الله أعلم. يا ميت أهلا وسهلا بخالتي أم فهد. بالمهلي. يو مين إجانا هلا؟ عمو والله ما عم صدق. أنا متأكد إنك بتعرف كتير منيح من يلي ورا الحادثة اللي صارت بالأوبيتال، مشان هيك بنصحك تحكي لحتى تفل من عنا بسلام. ما بعرف شيء سيدنا، ما بعرف شيء. عظيم، لكن رح تضل عنا بالحبس لحتى تقر. شو حبس ما حبس سيدنا؟ انا ما دخلني ولا خرجني بالقصة. لكن احكي مين دون الخبرية بالأوبيتال؟ رح احكي سيدنا، بس انا مالي دعوة بهذا الزلمة. بعدين هو غريمكم مثل ما هو غريمي واكثر. مين هو فاروق؟ عكاش. عكاش النقاش. عكاش كيف وليش فات الأوبيتال؟ مين الشخص اللي هربه؟ السلام عليكم. اهلين اهلين يا ابو فهد. اهلين يا ابي. اهلين اهلين. الله يسلمك يا ابو العز. الله يسلمك. الله يسلمك يا ابو. سلمك الله. الله يسلمك يا ابو طاهر. بس والله فرحتنا ما كملت يا شيخي، لانه صارت شغله هيك نغصت علينا فرحتنا. والله خير يا ابي. شو صار؟ الفرنساوي اخذ فاروق على الحاكميه. شو عم تحكي يا ابي؟ وليش اخده؟ والله ما بعرف لك يا ابني، بس اهم شيء يا عزو اختك ما تسمع بالموضوع، لانه مو ناقصه هزه بدن. الله يرضى عليك. وشو الروايه صارت؟ والله ما بعرف يا فهد، بس وعدني الكولونيل انه يعني شغله ما لها فكاهه، يعني مو مطوله. ان شاء الله خير. عكاش و son frère qui sont attaqués notre convoy. حلو والله. désolé monsieur. moi aussi je me suis surpris comme vous. يعني كم سيبو كيل رنفر سور نو مايك دانييل سي سكي سي باسي مسيو ديزولي. دوبري. الحمد لله سلامتك اختي. الله يسلمك. مع قلبك شر، خوفتين عليكي. تسلم لي اخي. فاروق وينه؟ فاروق نزل يشوف الارزاق والشغل. اي الله يسر له يا حق. ايه حكيم، نحن هلا رح نخلي سبيلك. شكرا كثير لكم. بس مثل ما وصاك الكولونيل، لما بنطلبك فورا بتكون عندنا. حاضر، انا جاهز. الله معك.
Le juge militaire a attendu des bonnes nouvelles d'après vous, Karim. La situation est très difficile. On travaille avec des personnes méchantes. Que signifient ces paroles? On a cherché partout et on n'a rien trouvé. En plus, les jeunes sont entêtés et ne dévouent rien. Je comprends de vous que la situation est difficile. Absolument. Je dois changer le plan. Comment? La ruse. Oui, la ruse. ألف الحمد لله على سلامتها يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك بنيك. بس شوي قصة فاروق، قسماً بالله جعزتوني. الزعيم عم يقول هو رح يتصرف، وإن شاء الله رح يطلع هو ونادر وسطيف بالقريب العاجل. إن شاء الله يا رب. يا أخي شو هالمصايب اللي عم توقع فوق راسنا هي؟ لسه ما بنطلع من جورة إلا بنوقع بجورة ألعن وأدق رقبة. أخي لا مصايب ولا شيء. هو فاروق بيتحش أنفه بشغلات ما له فيها. إن شاء الله خير أخي، إن شاء الله خير. إن شاء الله. يلا بالإذن. الله معك أبو خل. لي علامتي عليك يا فاروق. لك ولي علامتي فاروق السركان. طولي بالك، طولي بالك عمي. لك شلون بدي طول بالي؟ لك شلون بدي طول بالي وجوزي مسركن فرقوني بس؟ اهدي يا مرت اخي، باذن الله اليوم بيكون راجع سالم غاني. لك ليش العلقة مع الفرنساوي سهلة؟ مالا سهلة بنوب؟ لك فهموني شو صاير؟ لك صارت طوشة بالخستخانة. أخذوه يسألوه كم سؤال، واليوم بيرجع بإذن الله لك هذا أخونا ما رح نتركه. لك ولي ولي، لك ولي ولي علقمتي عليك يا فاروق، ولي علقمتي عليك يا فاروق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنا هلا بدي أفهم شو معنى هو دون الكل. هدي يا من وفا، هدي يا بابا. ولي ولي طولي بالك وأبريني إن شاء الله ما تصير غير في الخير. طولي بالك. ولي علقمتي عليك يا فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي علقمتي عليك يا مو. قلتك بدون مطالعة رجالي أخذوهن امبارح من السوق؟ والله ما بعرف لك أمي، شايفتيني طلعت ولا فت اليوم؟ الله لا يوفقه لرئيس المخرج أمه كمان. أنت ليش عم تسألي؟ لا ما في شيء يعني، بس إنه خايفة ليقوموا ياخذوا أخي تحسين كمان. تفي من تمه. بعدين لا تجيبي سيرة رئيس المخفر قدامه، هو ضايج منه كتير، بالناقص بلوى. حاضر يا مو حاضر. قومي شوفي مين على الباب. زمرد، كأني حسيت أبوكي وأخوكي مالوا على بعضهم. صاير شيء؟ إيه والله يا خاتون. متضايقين من هذا رئيس المخفر كريم. يو، شو عبي؟ أمو كان بالحارة يوم اللي صارت معك القصة وضربك الخيل. في ناس عم يقولوا إنه لمح وشك. يبعت لي حم على العملة. شو عم تحكي زمرة؟ يو، وليش عم تدعي على حالك أنت بقى؟ هو اللي بعت له 60 حمة بمصارينه. والله قاتل هم أخواتك إذا بيعلقوا معه لهذا رئيس المحفر، والله تصير كاينة هنا من عدا شي دمهم فاير. معلش يا أختي، معلش خليه يتربى، خليه يعرف إن الله حق. شو مفكر الدنيا سايبة؟ ليكون مفكر لي حاله قاعد بفرنسا؟ لا وشو حامل حاله وجاي على الخستخانة قال مشان يطمن عليك هالمقوص. ولي على هالمصيبة كمان اجى لهون ليك قال بدل ما يكحل عماها. الله يستر الله يستر ما كل الخلايا بكره تحكي بسيرتي. هي ما فشل ما فشلوا؟ شو العالم ما بتعرف مين انت؟ ما بتعرف مرباكي وممشاكي؟ ايه ما حدا بيسترجي يغبر على صرمايتك. يو